قليل اشتقت لي. عندك اخبار فكرك تتذاك عني بعد اللي صار شفتك انا بعيني. فنانة ربيت وكبرت ببيت فني راقي، حملت قيم والدتها ولدها وعرفت ترسم خط ميزة وأوصلها إلى المسرح الغنائي يلي كانت تقول عنه هي وصغيرة سحر، كان سحر بالنسبة إلها واليوم صار حقيقة. حسب ما بتقول هالفنانة فعلا عم بتحقق حلم، وبالنسبة لنا إطلالتها صوتها شخصيتها وحضورها بيحملوا طابع خاص عم يدخل إلى قلوب كل الجمهور. بدي رحب اليوم بالفنانة آلين لحود، أهلا وسهلا فيك بإذاعة الشرق الأوسط. مرحبا، أهلا فيك آلين. أول سؤال هيك بيخطر عبالي، لما يكون الولد أهله فنانين، والدته فنانة كبيرة سيدة المسرح، هل مصيره أنه يكون وقدره أنه يكون فنان؟ لا مش ضروري، أنه منا قاعدة عامة، بس انه اكيد بدك تتاثر، ما في شك بدك تتاثر بالبيئه اللي انت ربيان فيها، بس مش بالضروره يعني انه ترجع انت تفوت بذات الدومين غير اذا انت عندك موهبه وانت عم تشتغل عليها. يعني آلين، من انت وصغيره قلت انه عالم الفن كان يجذبك، شفنا هالفيديو كليب يلي صار شهير كتير هيك انت وعم بتغني انت وزغطورة، فتي على استوديو وسجلتي اغاني امك وكان عندك الريتم، تحكي عن هالامور هيدي دايما. اليوم لما صرت داخل عالم الفن وشفت الكواليس، هل تغيرت نظرتك لهالعالم الفني؟ لا، لانه انا شغفي للمهنة يعني هو من زمان، بس فينا نقول انه في خفايا يمكن الانسان بيجهلها بيكتشفها اكتر ونظرته لها بتصير مختلفة عن قبل. يعني انت وصغير كل شي بيسكرك، كل شي بيبهرك، كل شي بتبقى شايفه مثل الحلم. عن قبل بتصير تطلع على الاشياء بواقعية اكتر، بس السحر تبع كواليس المسرح او كواليس الفن بعدها بالنسبة لإلي عندنا ذات الاسفية، خلينا نقول ذات التأثير، لأنه أنا حدا مغروم بمهنته، حدا مغروم بهالشغل اللي نقيت إني أشتغله بحياتي، بس ما بيمنع إنه في نظرة واقعية بتنضاف مع الخبرة، مع العمر، مع كل تجربة بيمرق فيها الإنسان. واليوم صار في عندك هالخبرة هيدي، إنما تمنها شوي غالي. يعني شفت روبورتاج هيداك اليوم عم بقولوا آلين غايبة عن البيت من 6 الصباح للتنتين بعد نص الليل، أنجا تشوف بيا. يعني اليوم لما بعيدة أنت عن والديك، بعيدة عن البيت هالساعات الطويلة، هالصعوبة هيدي عم بتخليك شوي تترددي أو بالعكس بتعطيك اندفاع تتقدمي أكتر وأكتر؟ لا اتردد منا واردة، انا عندي شغف اكبر من اني اوصف لك هي لمهنتي، وعارفة كتير منيح انه وقت بدي فوت بهالدومين في تعب، في سهر، في تضحيات، في حياة خاصة بدها تنحط على جنب، وهذا اللي عم بختبره لانه عتبانين علي العيلة والاصحاب والمقربين اللي بيشتاقوا لي وما عم يقدروا يشوفوني، وانا دايما يعني عبر الاذاعات والمجلات والمقابلات بوجه لهم اعتذاري لانه فعلا عم بعطي لمهنتي الاولوية، لأنه أنا هلأ بعز عطائي. يعني إذا مش هلأ بدي أعطي كل وقتي مش بعدين، يعني بعدين بصير واحد يفكر بغير الأولويات، ففعلا في تضحيات بدها تنعمل إذا الإنسان عم يشتغل عن جد بتعب وبكد وبجهد، وبي فعلا ما عم شوفه يعني، بس بي يمكن أول مين بيدعمني لأنه هو فهمان اللعبة كيف وفهمان الدومين، ورافق أمي قبلي، يمكن أمي ما كان عندها ضغط شغل قد بوقتها لأنه كانوا يترافقوا سوا على المسرح، بس أنا فتت بمجال التمثيل والغناء والتانيتهم بيتطلبوا مني جهد ووقت واني كرس حالي لهم، بس الكل وقت عم بيشوفوا نتيجة أعمال اللي عم ينبسطوا لي فمش هيك بينسوا إذا بدك شوي فكرة إنه عم كون غايبة معظم الوقت. اللي يذكرني باسمك حتى أعرف أنت مين، رجع تترجع تتمكن وعم تلعب على مين، اللي يذكرني باسمك حتى أعرف أنت مين، رجع تترجع. اليوم الفن شو عم يسرق من هالامرأة الشابة يلي ببداية مشوارها؟ يمكن ضريبة انه ما يكون عندك علاقة عاطفية او حب،
شو عم يسرق الفن منك؟ لأنه عم بيعطيك كتير بس أكيد بيكون عم يسرق شيء من هالصبية يلي بعدها بأول حياتها. مظبوط، أنا ما بنكر يعني مثل ما سبق وقلت لك قبل أنه إيه حياتي الخاصة عم ضحي فيها لأنه ما في وقت، يعني وقتي عم بيكون كله للشغل، الناس يمكن عم تنبسط بالأعمال بس أنا ما عم بقدر أتفرغ للحظات خاصة فيي، ما نزعلاني لأنه ما عبي وقتي بأشياء بحبها. بس إيه مظبوط، يعني ما فيك تخسر على كل شيء بالحياة، في شيء مقابل شيء، يعني الإنسان بده يكون واقعي وبده يعرف أنه وقت اللي اختار هو مهنة معينة بده يعرف شو من وراها بيجي نتائج. نحن مهنة ما إلى وقت وما إلى دوام وما إلى ترم، يعني أنا ماني موظفة بنك بروح من 8 إلى 2 أو موظفة شركة، أنا إنسانة وقتي مش ملكي، وقت بيتحدد لي وقت ضمن التصوير أو الحفلات بدي أكون ملتزمة فيه. بس هيدي أنا نفس حرة مثل ما بيقولوا، يعني أنا ما بحب أتقيد لا بمواعيد ولا بتقاليد، والحمد لله لهلا يعني راضي رغم إنه عم ضحك حياتي الخاصة بس راضي. قلتي شغلة كتير حلوة، ما بتحب تتقيدي لا بتقاليد، ومعروف عنك شخصيتك قوية، حتى والدك بيقول او هيدي شغله ميزه كتير حلوه بالصبيه اليوم يلي منشوفها قالين لحود. قلتي عن الرجل انه بتحب يطلع فيك برصانه، تطلعت احترام اكثر من شهوانيه، هل الرجل اليوم فعلا بيطلع بالمراه بهالطريقه هي؟ حسب المرأة وحسب تصرفاتها وحسب هي كيف بالمجتمع تفرض نفسها. يعني أنا دايما بقول ما نلوم دايما الرجل ليش عمل هيك بالست أو ليش تصرف معها هيك أو ليش تعرضت الفتاة الفلانية، لأنه الفتاة هي يا بتفرض احترامها يا لا. يعني أنا بقول اليوم أنك تكب فتاة بوسط طابور عسكر، إذا هي ما لمحت لهم بأي شيء ما حدا بيقرب عليها، واللي بتفرض احترامها بتفرض احترامها وين ما كان. هذا كله بيرجع للتربية، للشخصية، لنفسية كل إنسان هو كيف بيفرض حاله بين الناس. طيب إذا بدك توصف الرجل المثالي يلي بتحلمي فيه كيف توصفي؟ أول شيء بدي بلش من الآخر أقول ما في شيء اسمه رجل مثالي، يعني بدنا نكون واقعيين، الرجل المثالي هو فارس أحلام بترسمه كل فتاة بفكرة. بس أنا اللي بقوله أنه في مينيمم بالحياة تقدر تتعايش وتتأقلم مع شخص، هو أنه يكون في أول شيء أمور مشتركة بينك وبينه، وأنه تقدروا تتوصلوا لاتفاق حتى بالأمور اللي بتختلفوا عليها. وقت يكون في نضج معين بالعلاقة قادرين هالتنين يعملوا تنازلات بكامل إرادتهم وبوعيهم بيكونوا وصلوا على شيء بيطمن بالخير لبعدين. وأكيد في صفات تانية بتجي بتنضاف، يعني مثل إنه واحد يكون عنده روح الفكاهة، يكون كريم، يكون بحب الحياة، بيعرف يعيش. بس الأهم من كل هدول إنه التفاهم يكون سيد الموقف والاحترام، لأنه هول الاثنين عنصرين أساسيين بيوصلوا العلاقة للنجاح والاستمرار. ألين هالنضوج اللي عندك فعلا يعني بيخلي الكتار يستغربوا، بعدك صبية بأول مشوارك بأول حياتك وعندك هالنضوج، شو هالسر؟ ليش؟ كيف؟ أنا بشكر ربي أول شيء على الأم اللي عطيني إياها، أكيد بشكره على أمي وبي، بس دايما الأم هي بترافق الولد. أنا بشكر على أمي اللي عطيني أم ذكية جدا، مثقفة جدا، واعية جدا، وكانت تعرف توعيني حسب عمري. يمكن هي خلتني أكبر قبل عمري بمصاري لأنه عرفت تحملني مسؤولية، عرفت توعيني على أشياء تزرعهم فيي، عرفت تنمي عندي مقدرة على استيعاب قبل ما أصير ناضجة كفاية. يعني فبعتقد تربية أمي لإلي وهي كانت أكبر مثل قدامي، يعني تشوفها أنا تفاعلها مع كل شيء بالحياة قديش يعني خليها توصل للي وصلت له، وهذا الشيء ساعدني لإلي كمان. يعني سلوى مش بس فنانة عظيمة، من خلالك عم نكتشف الامرأة العظيمة كمان بسلوى الأطريب. رح نرجع نحكي عن سلوى، إنما قبل بدي أحكي عن شغلة سمعتها بلقاء قلتي إنك كتير بعيدة عن السياسة. كيف بتعيشي ببلد مليان سياسة وأحزاب وقت اللي ما بتتبعي لا زعيم أو حزب؟ اليوم كلنا بنعرف كل محسوب على زعيم معين. معك حق تسأل هالسؤال لأنه في كتير بيستغربوا دايما بيقولوا لي يمكن أنت كفنانة ما بتعلمي أنت ما إكسياسي. لا، أنا على راس السطح بقول ما أني من تمية لحدا، وقادرين نكون بعاد وقت اللي نكون نحن مؤمنين بأنه اللي بنسعاله مش موجود على الأرض. يعني أنا اليوم ما بستحي لك أنه ما في ولا شخصية سياسية بتمثلني أنا كمواطنة لبنانية، ولا مرة حسيت أنه بأي خطاب قال حدا أناني. يمكن في مواقف بتقنعك ولكنها هيك بتمر مرور الكرام. ما بستحي أقول اليوم أنه ما إجا بعد الشخص أو الموقف أو شو بعرفني إذا بيسمون حزب يلي بيقنعني أنه أنا قادرة أتبعه. بآمن بوطن اسمه لبنان لأنه أنا لبنان، بس ما لقيت حدا عن جد عنده هاي الروح الوطنية غير كله شعارات وكله أكاذيب
ومع الأسف الناس بالآخر عم تلحق شخص مش عم تلحق قضية. ومع الأسف اليوم المصاري عم تحكي لأنه كل زعيم بيقطع شوي للأوبة اللي حواليه بيلحقوا بيصيروا يرفعوا شعارات وثلاث أرباع مش فهمانينا. يعني أنا وقت يجي اليوم ولد عمره 10 سنين و15 سنة يحكي لي بزعيم هو ما كان خلقان على أيام ما كان هذا الزعيم عم يذبح الضفرو، نعم تفهم شو هل شو غزوا له أهله براسه. يعني ما في حتى ثقافة اليوم بتخليك تتشجع انه تلحق تيار معين او سياسة معينة، وانا هيدا بقولها بكل صدق. يعني ان نحن غضبنا وتركناك بهذا الحقد المتراكم، فعلى من تبقى حاكم، فعلى من تبقى حاكم. اسمع في الشارع صوت اليوم. حكيت عن الوالدة سلوى الأطريب، ومؤخرا كمان مرة بحديث سمعتك عم بتقولي انه سلوى عم بتشوفك حتى من اطلالتك ببعلبك بأوبيرات اللي شاركت فيها، واليوم كمان بهالعمل المسرحي اللي عم تقدمي. حضرت كل مسرحيات سلوى؟ تعلمت منهم؟ اكيد، يعني اللي قدرت احضره على الفيديو حضرته لانه انا استقبني، يعني ما قدرت احضر غير مسرحيه او اثنين كنت كتير صغيره، بس بقيت المسرحيات عنديهم على الفيديو. هيدا الفرصه اللي خلتني احضر سلوى، اكيد تعلمت كتير، تعلمت كتير منها بدون ما اكون عم قلدها لانه سلوى هي سلوى بالنتيجه، بس اكيد تعلمت كتير. وتعلمت كتير بالبيت، يعني من وقت ما بلشت وهي اول مراقب لي واول متابع. يعني طيب اليوم بكل صراحة يعني سلوى بعيدة ورحلت عنا، إنما بيقولوا بهالوقت هيدا بتكون العلاقة قريبة جدا وجدا مع الشخص يلي منحبه حتى لو رحل. هل بتحس بداخلك بهالأمر هيدا؟ أكيد، أنا هاي شغلة كانوا يقولوا لي إياها أول ما رحلت سلوى، يقولوا لي رح تلمسيها كتير. وأنا اليوم بعد 3 سنين، يعني نهار الأحد بيصير إلى 3 سنين سلوى رحلت، بحب أقول إنه كتير مزبوط اللي نقلي، لأنه كتير بحسها قريبة، كتير بحسها موجودة. ولا مرة حسيتها رحلت جسديا منا هون، بس روحها موجودة فيي. بحس انه هي القوة اللي عنديها، هي القوة اللي بتوجهني، هي النور بطويلة طريقة، هي الانتويسيون اللي عنديها على الشغلة اللي بدي اعملها او ما بدي اعملها، هي الالهام اللي عنديها على اي قرار بدي اخده، وهي دايما الدفع اللي بحس فيه جواتي تجاه اي موقف بدي اخده. قالين اليوم سلوى الام وقالين البنت، شو قالت لك سلوى الأم شغلة أبدا ما بتنسيها وبتعمل دايما فيها بعيدا عن الفن؟ آخر جملة قالت لي إياها قبل ما تروح بكم ساعة، قالت لي كوني قوية طول عمرك قوية. وبعتقد من هيديك اللحظة الناس شفتني أنا ولا مرة كنت منهارة وعطول وقفة عجرية واستمريت وعطيت دوبل بشغلي وعطيت دوبل بحياتي وبسم كفار الدوبل عن قبل. بعتقد هذا كان التزاما بوصيتها الأخيرة. طيب لما نشوف آلين عم تحكي عن سلوى بالمقابلات منشوف ابتسامة على وجهها، هل أوقات يمكن بيكون عندك لحظة ضعف كمان ومنشوف دمعة بعينك؟ أكيد أكيد، بس أنا بحكي عنها بفرح لأنه هي كانت مصدر الفرح، لأنه هي كانت الأمل، هي كانت الإنرجي بوزيتيف. بس أكيد أنا بالنتيجة بشتاق لأمي، يعني كان في رابط كتير قوي بيني وبينه، بشتاق لها، بشتاق أسمع صوتها عم تحكيني، بشتاق أطلع بوجهها، بشتاق ألعب لها بشعراتها. عندي لحظات، يعني هذا الأسبوع هو من أصعب الأيام اللي بقطع فيهم، اللي هو هذه الذكرى اللي فيها مرحلة كتير صعبة طبعا. ما فيني أتذكرها إلا ببسمة لأنه هي بحد ذاتها مصدر فرح وإيجابية. ألين إذا منغمض عيوننا أوقات ومنسمع آلين لحود عم تغني، منسمع سلوى، هل آلين رح تكمل نوعا ما سلوى من خلالها؟ رح نقدر نسمع هيك هالنوستالجيا اللي دايما منشتاق لسلوى من خلال آلين بهالطريقة هي؟ يعني أنا بيقولوا لي بخامة الصوت بذكر فيها، هيدا فخر لإلي إنه يكون في شبه بقماشة الصوت. رح كمل، أنا بدي كتير تعامل مثل سلوى، بس رح كمل بالمستوى اللي هي كانت تتمناني تشوفني فيه. وفي حفل ضخم عم حضره تكريما لسلوى، أكيد هيدا موضوع عم بشتغل عليه لو بدي ياخذ معي شوية وقت، بس بدي اشتغله من كل قلبي على أمل أنه يتنفذ مثل ما أنا بطمح له. وأكيد رح كمل مثل ما هي متمنيتني أنه كمل. لما تسمعي أغاني سلوى عم بغنون فنانات تانيين، شو بيكون شعورك؟
بيكون شعوري فرح كتير كبير لأنه هيدا تقدير من هالفنانين ولفتة حلوة إلهم لأعمال سلوى وتعبير عن محبتهم إلها، وهيدا أكبر دليل إنه سلوى واصل عقلوب كل الناس. من أجمل الأغاني اللي بتحبيها لسلوى القطريب شو في خلف البحر خبريات؟ هل رح نرجع نسمعها بصوتك؟ هل رح تعيدي أعمالها يمكن تكريما لسلوى؟ مزبوط مزبوط يا نادل، عم قلك الحفل الضخم اللي عم خبره رح يكون تكريم لأعمال كتير منا معروفة ومنا غير معروفة بصوتي. تحية لسلوى. شو في خلف البحر خبريات؟ نايمي بقصور من سين وبحور وحكاية عم تنحكى بسهرات شتوي وتراش كل زهور وقمار عم بتدور وطرقات عم تركض ورا طرقات اليوم بدي أرجع لأعمالك. عم تتميز بعدة مجالات يا ما شاء الله، يعني تمثيل غناء ورقص. أنا عم تابع بكل هيك جدية في يقول أوبيرج لأنه بلاقي هالشخصية مهضومة 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 قريبة للقلب. قدي هالشخصية بتشبه ألين هيك الحركة والعجقة؟ بتشبهني وما بتشبهني شخصية إيناس، لأنه للي ما بيعرفه ما أنا شخصية هينة. يعني إنك تلعب دور البنت الساذجة بس بذات الوقت أم عجقة مسقفة وبنت عيلة بس بذات الوقت على نياتها، يعني أنت عم تعمل مزج بين عدة عناصر مش هين إنهم يجتمعوا بفرد شخصية. الشخصية الكوميدية هي شخصية دايما مركبة ومش هين إنك تضحك العالم، يعني أصعب بكتير تلعب شخصية درامية عكس ما الناس بتفكر. فشخصية إيناس محببة جدا على قلبي، بتشبهني بمطرح ايه وما بتشبهني بمطرح اخر يعني، بس استمتعت جدا بتصوير هالعمل، استمتعت جدا بهالمشاركة. اليوم أدوارك اختلفت، بدكتور هلا شفناك بدور آخر، وهون زملائي بالإذاعة كانوا عم بيقولوا لي إلا مرحبا لأنه منحبها كتير بدكتور هلا وحبانيها بهالمسلسل. كيف كانت هالتجربة هيدي بهالمسلسل هيدا؟ تجربة دكتور هلا مختلفة، يعني تجربة دكتور هلا كانت هيك ناعمة أكتر، تلميذة كونسيرفاتوار عم تجرب طريقة بالفن، تجربة حلوة كتير لأنه كانت من أول الأدوار اللي عم بلعبها، يعني كان تاني مسلسل تصوره. بس مثلا بدي نوه بدوري بكازانوفا يلي كان من أصعب الأدوار اللي لعبتها، دور المجنونة المنصفنة عقليا يعني يلي ممكن توصل للإجرام. صحيح. اللي كمان كان دور بعيد جدا عن شخصيتي واللي شافون الناس بأول مرة بصورة هيك يعني مختلفة، خافوا كتير، في ناس خافت على صورتك فنانة، في ناس شجعت، في ناس تابعت، في ناس يعني كان في عدة آراء متضاربة، ولكن العمل نجح جدا وفي أدوار كتير لعبتها. وهلأ عم صور الرؤية الثالثة كمان بطولة مطلقة، دور صعب جدا. يعني حلو التنويع، أنا مع أنه الممثل يطلع بعدة شخصيات وما يشبه حاله على طول. طيب ألين، هل الممثلة شوي عم تاخد كل المكان وما عم بتخلي المغنية تبين أكتر لأنه أعمالك قليلة شوي من ناحية الغناء؟ هو ككمية إيه التمثيل عم بيخدمي أكتر لأنه العروضات عم بتكون ملائمة أكتر، ولكن غنائيا ما بيمنع أني عم حضر. هلا المشكلة إنه ما في وجود لشركة إنتاج، فبالتالي الانتاج عم بيكون على عاتقي انا، فهذا الشيء بياخذ وقت اكثر لانه بدك تحسب حساب لعده اشياء، الفيديو والملحن والموزع والكاتب وبعدين تصوير فيديو كليب وتسويق العمل اذاعيا وتلفزيونيا، يعني كله بده بادجت كبير طبعا. واذا ما في وراك شركه انتاج ما في يكون عندك غزاره يعني بالانتاج. بس الحديد هلا الحمد لله يعني اسمي عم بقدر افرضه على الساحه بالشكل الملائم، وان شاء الله يا رب يكون في انتاجات غنائيه اكثر بالايام الجايه. عيني يا عيني يا عيني عليك، عمرك يا عيني على عيني، نورك عيني حبي عينيك،
عشنا طيور ليلة مطوى شمس الهوى طلعت يا محلى نورها عليك ليلة مطوى شمس الهوى طلعت يا محلى نورها عليك. بدي أحكي عن الديو مع مروان خوري بعشق روحك. أول شيء دخل على التوب 10 بالإذاعة، الناس حبته بشكل مش معقول. كيف خلقت هالفكرة وكيف خلق هالديو؟ خلق الديو من عرض إجا من مروان، اتصل فيي وقال لي إنه أنا كتير بحب صوتك وحابب إنه نتعاون سوا وفي أغنية حابب سمعك إياها، إذا عجبتك بنعملها ديو. وفعلا هيك صار القصة، ما أخذت وقت. أنا من أشد المعجبين بأعمال مروان خوري وعجبني اللحن دغري لقط الغنية، وبعد أسبوع سجلناها وبعد بشهر نزلت على الإذاعات، والحمد لله إنه لقيت النجاح اللي كنا مستنظرينه وأكثر. وتنزيل بعتبرها فريدة من نوعها وكتير أضافت لي أنا على رصيدي الفني، يعني اختبار رائع. هل بتعيدي التجربة مع مروان؟ أكيد على عيني. بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، لقينا احساسي من جوا تغير، حبيتك ما بقدر اقلك، لو بعرف بوصف لك اكتر، انت مش بس بتعجبني، نظرة منك بتدوبني، بعيش حبك وبموت. طيب اليوم عم نسرقك سرقة لانه بعرف انه عندك مسرح، عم بتقدمي على أرض الغجر يلي تم افتتاح المسرحية مؤخرا، من تأليف وتلحين وإنتاج غادي الرحباني، إخراج مروان الرحباني. إطلالتك على المسرح منا جديدة، شاركتي على خشبة مسرح بعلبك، يعني أهم المسارح من حول العالم. بس بدي أرجع شوي على أرض الغجر، عم بتمثلي وعم بتقدمي هالعمل مع أسامي كبيرة، غسان صليبة وغيره. خبرينا شوي دور زينة بنت رئيس القبيلة، قديش حكيكي هالدور وقديش عم تستمتعي بتقديم هالعمل هيدا؟ يعني ما في شك إنه دور زينة من الأدوار العزيزة جدا على قلبي. من وقت ما عرض علي الدور حسيت إنه كتير جديد وبيكفي إنه على المسرح. تجربة كلها على بعضها بحسها جديدة لإلي، يعني حتى جديدة بالنسبة للناس اللي إذا بدك يكونوا معودين على الشخص بصورة معينة، يعني بيرجعوا بيشوفوه بصورة جديدة. وغير عن تجربة بعلبك يعني يلي كمان كانت بوقتها كمان كان شيء جديد بالنسبة للناس. ومش بس جديدة يعني من ناحية المضمون، حتى من ناحية اللوك عم نشوف ألين لحود بهالشعر الأسود، أكيد الغجر يعني تتشبه أكتر الشخصية. بس حكيتي عن أهمية النص بهالعمل هيدا، قلت النص مش بس حلو إنما حلو كتير، قديش النص ضروري بعمل استعراضي من هالنوع هيدا؟ أكيد ضروري، لأنه إذا أنت بدك توصل مساج وما بتفهمه العالم، يعني أنت عندك مشكلة باللي كاتبه. بس وقتك كل شغلة بتوصل، يعني إذا كان بالحوار أو إذا كان بالغنية أنت عارف كتير منيح عم بتوصل، فضروري كتير الكلمة توصل للناس، ما تكون صعبة بشكل إنه كسروا راسهم ليفهموها، وما تكون مبتذلة بشكل إنه يقولوا إنه كان بلاها، يعني كان مثل قلتها. اليوم موضوع هالمسرحية كمان بيحكي عن أهمية الأرض، أهمية الإنسان بأرضه، وقلتي مساج كتير حلو بمقابلة، قلتي يعني نحن بنستغرب ليش الأجنبي بياخد مطرحنا بلبنان، من الظاهر أنه عم نترك فراغ لما نفل. كيف علاقة ألين لحود بأرض الوطن؟ أنا معروف أنه كتير مغرومة بلبنان، يعني مشكلتي أنه بحوس كتير وقت أسافر، بحب كتير سافر إذا بدك على فترة قصيرة، بس بحس أنه أي ضروري تكون منتمي لمطرح، كتير صعب ما يكون عندك. يعني أنا وقت بيطلعوا على التلفزيون العراقية ولا الفلسطينية ولا هالأشخاص اللي بتحس أنه متنقلين من بلد لبلد، منا هينة أنه تجي بتقيس على حالك إذا ندفع أنت تغربت، بتحس أنه في شي ناقص، غير ما تكون أنت أصلا خلقت برا وتعودت أصلا على غير بيئة أو غير نمط بحياتك. بس الانتماء بحس شغلة كتير ضرورية، لأنه هو الإنسان بيعمل قيمة للمطرح اللي هو فيه. وغنيت أغنية يا حاكم كمان تكريما للوطن وللجيش، يعني معروف انتمائك. يا حاكم اجت بوقت كتير حساس، لأنه كانت الثورات العربية عم بتصير، وإذا كلامه كتير كأنه موجه للزعماء العرب، يعني
بوقت هي كانت ضمن بروجي لناس يعني بروجي خاص ما كان لها دخل، بس ما بعرف مين تسربها على اليوتيوب وقتها واخدت كتير ضجة يعني، وفوق 80,000 شخص فاتوا صاروا يسوقوها من مطرح لمطرح، بس انه حلوة كانت مساج حلو يعني. ما رح طول كتير عليكي، انما عطول لما تطلي باطلالات كتيرة بتركزي على العمل الخيري، وشاركتي بعدة لجان خيرية بعدة أعمال خيرية، قديش الفنان اليوم دوره مهم من هالناحية هيدي؟ أكيد كتير مهم، أكيد كتير مهم، لأنه أنت بتعرف وقت الناس تكونوا علقة بصورة معينة بتكون شايفتها بمطرح معين، بس وقت أنت تكون كمان عم تأكد للناس أنه أنت فينا المهم مثلهم، منك مختلف يعني، منك غير من كوكب تاني، وبتحس بالوجع مثل ما هن بيحسوا وبتعذب مثل ما هن بيتعذبوا يعني. أنا كنت مابر بعدة جمعيات على عدة سنين، بتحس حالك أقرب من الناس، بتحس حالك عم تقول للناس إنه إيه أنا كمان هيك بمرق بهالقصص، إيه أنا كمان عندي حدا بعائلتي يمكن اليوم الأيام مريض، يمكن اليوم الأيام كان بسيتشوشن صعبة. هاي شغلة بتطمن، بتعطي معنويات للشخص اللي بيبقى بموقع ضعيف أو بموقع محتاج، أو أنا ما بحب أطلع فيها بشفقة لأن أنا بكره الشفقة، حتى بموقع إنه نحن كلنا عن جد متساويين مع فرق بسيط إنه الظروف بتخليك تختلف عن غيرك. بس انت اليوم اذا كنت معروف او مش معروف يجوا يشلحوك كل شيء، صحتك، مصرياتك، املاكك، بنصير كلنا على ذات الليفل يعني. ما بيعود ياثر اذا واحد قري كتاب اكثر من الثاني، او اذا واحد تخرج من هارفرد، او اذا واحد عنده 3 جنسيات، او بتصير انت على ذات الليفل. فمشاركتك منا الا لفته كثير بسيطه لتقول للناس انه انا كمان عندي وقت كون معكم بيوم من الايام، لو بشكل مثل ما بيقولوا معنوي او هيك سامبوليك، بس ما انا منكم، لانه انا بيوم الايام يمكن يكون بالسيتشاسيون انتم فيها. يعني قالين انا ما في يضيف اي كلمة على يلي قلتي، طبيعي اليوم نحييك عن جديد، ان شاء الله كل التوفيق بهالعمل، عم نحكي على ارض الغجر وغيره من الاعمال. قلت انه اليوم رح تكوني اكتر سيلكتيف من بعد ما قدمتي هالعمل مع الرحابني، ان شاء الله تلاقي على طول الاعمال يلي تعرف تقدم لك كل جديد وتنجحي، ودايما بهالاستمرارية. اليوم بس بهيك بنهاية اللقاء، اذا بتغمض عيونا قالين لحود وبتتمنى امنية، شو بتكون هالامنية؟ اول شيء انه الفن مش بس نحكي عنه شعارات، انه الفن عن جد يرجع يوصل لمرحلة بلبنان يكون رائع 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 لأقصى الدرجات، وما يبقى فيه إلا الناس الصالحين يعني. بالمغنى يكون فيه بس اللي أصواتهم حلوة والمثقفين موسيقيا وفنيا، وبالتمثيل كذلك الأمر ما يكون فيه غير الصالحين والجديرين بأنه يوقفوا يلعبوا أدوار أساسية وغير أساسية، وتخف بقى هالفوضى بمجال الفني، لأن المجال الفني صاير مثل المغبلة بدي أقولها بالمشبرح. مين ما عنده شيء يعمله بيفوت على مجال الفن، ومع الأسف البورد مشرعه بالوقت يلي إذا بدك تفوت على اختصاص تاني بيشترطوا عليك يكون معك شهادة وخبرة معينة. فيا رب نوصل لمرحلة يصير في قوانين صارمة جدا بما يتعلق بكل إنسان بده ينتسب لنقابة أو حتى يدخل على المجال الفني، لأنه ما بقى قدرين نتحمل هالفوضى وهالوسخ يلي عم نشوفه بالوسط الفني، يلي عم يمحي الصورة الحلوة اللي بعدها موجودة بكمية قليلة. أنا بدالك الله يسمع منك يا رب، لأنه هيدي أمنية أنا بضم صوتي لصوتك من خلالها. بنهاية اللقاء بس بدي أشكرك على وقتك وعلى كرمك، كل شيء قلتي لنا إياه اليوم وشاركتينا من خلاله، مرسي ألين لحود. أنا بدي أقول لك مرسي، وبدي وجه تحية لكل اللبنانيين بكندا، بعرف أنهم كتار، ولكل اللي عن جد ان شاء الله يكونوا جايين زيارة على بيروت، هيك بركة بيمرقوا بيحضروا على ارض الغجر. ويا رب انا بيوم اليوم كمان اقوم بزيارة صوب كندا ويصير لي فرصة انه اتلاقى فيكم هناك. نحن بنتمنى اكيد نشوفك هيك، بنستقبلك باستوديو مباشرة. مرسي كتير. مرسي لك، ثانك يو.